بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن يحيى في باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب الله يخلي شهرا عن صوم. وكسب سيئة صيام النبي نبي رسول كيسى عليه الصلاة والسلام في غير رمضان، رمضان غير كي سوحا رمضان كي صوم رمضان كموية صوم كالي النبي وصوم جرين وصوم كصنة أدو بذين جري واستحباب الله يخلي قفك إنورا كم مغنان شهرا بالرماتي بالبلاتي عن صوم صوم يعني بلنتي كوب بلاتو إن أنا دمان وحي قفك أورا صومين وحصلنا يعني إنو صومه بشاوحوك صومه وصنة مستحب واي. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن الشقيق قال وحير قلت لعائشة رضي الله عنها وعن عائشة كويري أم المؤمنين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا نذق بالمسوم جري لما استيران يعني شهرا كاملا معلوما لا يقانه سوى رمضان رمضان وحكاين يعني بلا رمضان هين ونبي هو ذا الصوم يمجرته. قالت عائشة وحيتني والله ما قدرته إن سام أي ما سام مسوم انت سوى نافية بمعنى ما إن سام أي ما سام مسوم نبي شهرا بالمعلوما لا يقانه سوى رمضان وح رمضان كاين حتى مضى إلى النبي كتغي لوجهه وجهيسا حتى مضى لسبيله واسود مد كناية عن الموت يعني حتى مات إلى وكدنت النبي صلى الله عليه وسلم بخوض إلى نبي وكدنت مدع إن تقولنا لا إنه بالنبي وصوم لما يسترنه كامل رمضان كاهن ولا أفطره من أفرن بل لما بلاتي موضع أفرن حتى يصيب منه إلى كصوم حتى يصيب أي حتى يصوم إلى كصوم منه من الشهر بشا هو كصوم يعني موضع أفرن بشا إذن حمد كصوم جري ما لو ذا صوم جري أو بشا إذن موضع صوم جري وحن رمضان كاهن عمل النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وهل حالضة وما عباده الله قعيه أما ما هي صومكي إيا صلاة دي لغا مغنانا أيو ما هيني نبي وطارة وطارة سوى صوم سنة صوم وذركي أسوى أفرن وذركي سوى صلاة الليل تكنا أيو تاغن وعلى أركي أسوى أو تيفا أو نصر أينا وذركي صلى الله عليه وآله وسلم مركا إن حالة سكوات كينا وقفك مروى البغونا كجيرين حالة اسك قفله عبادة قابلين وعبادة يريانا قولوا كجرين عبادة دي سنة اللي ماذا حقوق دي كان حقوق دي كان وحق سيئ واسد اينا ايمان دونت من حديث عبد الله بن عمر بن عاص ونبي كل التريه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا كهمس بن حسن كامس بن حسن عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها وعن كيري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله بلما يسترا مسوم جري قال حيث لما علمته مؤغي صام شهرا صوى بالصوم كله دمان إلا رمضان رمضان بهين ولا أفضره من أفر كله بالدمات كين بالدمات يعني برؤيذن حتى يصوم إلى كصوم يصوم يعني يصيب واسمده حتى مضى لسبيله يوحى صوم مرة حتى مضى لوجهه وعن إلى كدنت النبي عليه الصلاة والسلام ساسه هنجل
bil uu wada soomayna ma dhicin, bil uu wada afurayna ma dhicin nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxna waa soomi jiray, waxna waa afuri jiray sala allahu calayhi waali wasalam. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني علي بن داود قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهشام هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن الشقيق قال حماد سو حيري وأظن وحنم لين أيوب بن أبي تميم إنه قد سمعه حديث كان كم مغلي من عبد الله بن الشقيق إنه كم مغلي مباشرة بدون واسطة هشام إنه توصل كم مغلي بدون واسطة محمد وأيوب بن أبي تميم وكورنا يسقي هشام محمد عن عبد الله بن الشقيق وسقي عبد الله بن الشقيق وحوله حيي محمد بن سيرين لكن وحمم علينا يا أبو ليه إني إنه توصل وجوري يوم ومرك قارب بواسطة مر بدون واسطة وين على وأظن أيوب وحنم ملين إنه قد سمعه مقري حديث كان من عبد الله بن الشقيق أو شيخ شيخي سنة كان قال وحجر سألت عائشة رضي الله عنها لنا سؤالي أصوم من النبي نبي صلى الله عليه وسلم فقال دوحيتي كان يصوم وأصوم جريم الماء حتى نقول إلى كأنه قد صام وأصومي قد صام وأصومي يعني صوم مولد دونا صوم مولد دونا ما أنت وأصومي يا بر وأصومي مع الموسم الجري ويفضل هذا روى أفر الجري حتى نقول إلى كدهنه قد أفضر قد أفضر هذا هو أسكى أفري وأسكى أفري يعني مع المر بضانا سوى صوم مر بضانا كما مضانا سوى أفري لكن بلد ما يستيران صوم كمونا ما يستيران أفر كمونا ما يستيران صلى الله عليه وسلم. قال ذو حيث العائشة وما رأيت ماركن ساما سوى صوم شهرا كاملا بلد ما يستيران يعني بلد كاملة منذ قدم المدينة انتم مدينة صوغ علي إلا أن يكون رمضان رمضان بإنه يهيموين فكان منذ قدم المدينة وقيت بلا بلا يعني بغير يعني ليس على مفهومي قيد ليس على مفهومي وياه يعني منذ قدم المدينة معناها هذا مرها انتم المدينة صوغ علي مسومجر صوغ كما هو حال الجدايي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنتين سنة كلا بعد هجرة marka waxa weeyaan mundu qadima madina waxa ka wadaa intii soomka uu la jideeyay ee madina uu nabigu soo galay asagoo bil kaamil ah soomay ma akin bay ka wadaa taas ka wadaa ramadaan waxa ka ahayn wa hadathana qutaybah bin sa'id albalakhi baglaani nawali ila balqan qari waxa weeyaan min balakh bay ka mid tahay wa hadathana qutaybah bin sa'id qala hadathana hamad bin zayd ana ayub bin nabiy tamim as-sikhtiyani عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها ويدي بمثله سألت عائشة بمثله ولم يذكر في الإسناد هشام ولا محمد ولم يذكر كذا متابعوه يعني قتيبة بن سعيد يا أبو الربيع الزهراني بس متابعين ما أنت شيخ لابد الشيخ المسلم طريقة قتيبة بن سعيد أسألك مصر منها هشام ولا محمد هشاما ولا محمدا ونك اللي يرى هذا كهمس حج أبو الربيع الزهراني من رواية حماد عن أيوب وهشام عن محمد بكير لكن رواية ضمن أيوب تصل وقول لي عبد الله بن الشقيق وحنا صوم مرة يروح يقوليها وأظن مركة وكلها من قصة تصل وما خلا مرينا يعني. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت حيتري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصوم كي صوم حتى نقول ان كدهن قولك ام والسان حال وما قال اس كدهن اس كويدينو دهن لا يفطر ما بافر دورا افس سبحان ما دم سوميت ويفطر وافر حتى نقول ان كدهن الله يصوم بالصوم دورا وما رايت الرسول الله رسولك ما اركم بيتري صلى الله عليه وسلم استكمل سوى ما استري صيام شهر بالصوم كيد قط ولي الا رمضان مويين سو بلا رمضان يعني ولا صوم حتى شعبان حديثكم وفسرها يا روايه عائشه كان يصوم شعبان كله يعني ان كله ذا سو فسرها يا وانا ما دون هاي سو الفاظ سيده اي فسر دونت الا رمضان وما رايت مارك في شهر بالاكثر وكبدنا منه صياما في شعبان
bil uu kaga badnaa soomka xagga shacbaan, bishaasuu nabigu ugu soom badnaa bilaha kale oo ugu soom badnaa. Wuxuu dhihi jiray waa bil dadku ay kaflo ku jiraan bayna rajaba wa ramadaan, bisha u dhexaysa ashhuru xurum laga soo baxay, shan ramadaanka aan weli la gaarin, bil dadka kaflada ay ku sugan yihiin iyo halmaan iyo mashquul kale oo ay soomka iskaga iloobeen. Marka nabigu waa soomi jiray shacbaan in badan oo ka mid ah. Waxaa kale oo ku jirtaa in tamriin iyo diyaargarow ramadaankii loo sii diyaargarowba naftu ay caado ka dhigato soonka u sahlanaato, ood aragtay maalmaha u horreysay soonka dadku culays bay dareemayaan, laakiin hadduu qofka qof caadaba u leh soonka uu ahaa waa u fududaanaya ramadaankii, waa u fududaanaya, iyadana waa xikmad kale weyn. Qaala waxadatanaa abu bakr bin abi shayba wa camru naaqid camr binu muxamed binu bukayr annaaqid qaala jamiican can ibni cuyaynata sufyaan ibnu cuyayna qaala abu bakr xadisa wuxuu yidhi abubakr bin abi shayba xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna saas wafarqu bayna taxadaa wacancana xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna noo waramay can ibna abi labiid buu ka waramay ibna abi labiid cabdullaahi bin abi labiid can abi salamata bin cabdiraxmaan azuhri qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata radia allahu canha baan su'aalay can siyaami rasuuli illah nabiga soomkiisa calayhi salaatu wasalaam, faqaalad waxay tihi kaana yasuumu waa soomi jira xataa naquula ilaa aan ka dhahno qad saama waaba soomeeda soom buwadi wayufdiru waa afuri jira xataa naquula ilaa aan ka dhahno qad aftarada waa iska afuray walam narahu saayimun isagoo sooman maanaan arkay min shahrin bil qadu weligaa kale uu kaga badnaa min siyaamii soomkiisa min shacbaan uu soomi jiray kaana yasuumu shacbaana bisha shacbaan la yidhahda nabigu uu soomi jiray kulluhu dhammaantiisa kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila marka kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan waa jumla mufasira waxay fasiraysaa kaana yasuumu shacbaana kulluhudaasay fasiraysaa in kulliyadaasi ay ahayn yani kulliyadii yani dhammaan maalmaho idilba inuu soomo inaynan hayne xagga aqlabiyada iyo akhtariyada laga hadlayaa oo sheega aqlabka iyo sida badan waa lagu cabiraa mararka qaar dhammaantii waa iska dhahaa wixii loola jeedo aqlabka iyo akharka marka soomku shacbaan buu samayn jiray kullahu kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan tana fasiraysa wax yar mooyeen. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه المروزي قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير اليمامي قال حدثنا أبو سلامة الزهري عن عائشة رضي الله عنها قال عائشة وحيثي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرنا حين في الشهر بل من السنة سنة كمذا أو أكثر وكقبضنا صياما صوم كمنه نبي أو سومايو أم منه بشاسي في شعبان بشه شعبان وكان يقول وحدمو به خذوا من الأعمال ما تضيقون خذوا قاطع الله ماذا من الأعمال أعماشا ما تضيقون أنت أذكري كرتان يعني ما تضيقون إدامته أو دوامه وهي دائمي كرت عملك كرائمه وهي مرمى تلحوه الله ما تهدرات كتغي أو بضان وحاك في عد وحير الدائم تاك في عد وحير أول دائم ما تضيقون هذا ما تضيقون دوامه واستمراره وهي دائم كرتان لا ما هذا عملك هبا يرى هذا فإن الله قال لا يمل لا يمل من نوغو أو لن يمل حتى تبلو إلى تكن نوغتان يعني إلهي أجرك يا ثوابك إلى تبلو إلى أيه إلى إليك داشار وتكتكتان. وكان يقول وحديث النبي عليه السلام أحب العمل عمل حال وجعد إلى الله سبحانه وتعالى ما داوم عليه wixii uu daaimo saaxibuhu qofka la imaanaya camalkaasi way qalahba yaraadeen. Waa xadiid cajiiba wey dawaamu lcamal wayinqalla camalka oo la daaimo haba yaraadeen yaa ka fiican kahrat alacmaal gayr mudaawam camalka badan oo la daaimaynin camalka badan oo la daaimaynin in yar oo la daaima ka fiican. Haddaad habeenkii salaatuleylka saddex ragcadood oo bacd alcishaa tukanaysa witirkii ah aad daa'im ka dhigatooda ka tegin yaa ka fiican inaad habeenada qaar soo jeedo kow iyo toban ragcadood tukato oodna ka tagta habeenka dambana habeenka dambana ka tagto lina weyn bal hal ragcada oo daa'imtaa ka fiican saddex ragcadood ood ka tagto marka daawama calayhi saaxibuhu wa in qalla haba yaraadeen yaanoo camalkaasi la daa'imay ilaahay subxaanahu watacaala baa kugu jeclaanaya. Maxabada ilaahay waxaa lagu helaa markii faraa'isha lala imaado haddana haddii acmaasha saalixada la raaciyo la daa'imo ilaahay subxaanahu watacaala qurbigiisa iyo dhawaashiisa lagu helaa.
حدثنا أبو الربيع الزهراري قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس جعفر بن أبي إياس اليشكري أسونا أبي بشر جعفر بن أبي وحشية رواه جعفر بن إياس ابن أبي وحشية أبي بشر عن سعيد بن الجبير سعيد بن الجبير بن نفير سيد التابعين عن ابن عباس رضي الله عنهما الهاشمي عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله قال وحير ما صام رسول الله رسول كلاه مسوى من صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا بالدب وحده بالدب ما يستر قد ولي غير رمضان كاهن مركزون رور بلود بن سومي أما بقول بري أما سيام الدهري الرماه السنة النبي وما وافق صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا غير رمضان كاهن وكان يصوم وحسوم جري إذا صام مكو صامنا وأسوم جري مالمو سوم جري حتى يقول قائل وكذا إلى وكذا لا ما بافردون والله لا يفطر ما فردون لا ما يأ ويفطر وافرد وافرج إذا أفطر مكو أفرنا حتى يقول القائل لا قف كير هذا لا ما يأ والله لا يصوم سوم دون على النبي عليه السلام أمورتي أو إذا البناء يكون مشغول سر أمور الإسلام كه هذه نقطة تعليمتي هذه نقطة دعوتي هذه نقطة جهادكي هذه مارينت مجتمع مسلم كأموره سكال الدوناء دين عوال بابا عبادية معاملات له إمال له ينقالها تصريف كوضي يمامولي دوضي الرقابة دوضي حسابتك كوضي انت بالنبي محمد أبتاقنا صلى الله عليه وسلم هو الإمام هو القائد سيهو قامياها مركا مركا قار كوضو حقو فرصدو هلنا حقو صوك وبديجري مركا ومشغول فرب بلنقبتنا وأفر جري صلى الله عليه وآله وسلم لكن بالكامل كما تجري صلى الله عنه. وحدثنا محمد بن بشار بن دار وأبو بكر بن نافع عن غندر محمد بن جعفر غندر محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج الواسدي عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية بهذا الاستناد وقال شهرا بالمتتابعة الحريدة على كاملة ملوجه داية منذ قدم المدينة ونبي مدينة صغر بالكامل ما صومين ما دام يسترين ورمضان كاهن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن النمير حدثنا ابن النمير محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا أبي عبد الله بن النمير قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنساري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب بشهر رجب لي هذا الصوم كذا يعني سؤالين له سعيد بن جبير بن ويديه ونحن يومين ما ننتهى أن سؤالش ويدينا ينا في رجب رجب أكجرة بل رجب أكجرة فقال وحيري سمعت وحام قال سعيد بجوابي سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما قال يقول صوره كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصوم كيسهم حتى نقول إلى كذا الله يفطر ما فرد دوره ويفطر مرره وإسكاء فرج حتى نقول الله يصوم السوم دون لكن رجب كون خسج الجنسان قارة بلا كري لم يتعب بش الرجب أشهر الحرم كذا كجرتا أو أشهر الحرم بس قارة فضل الجود لو بش عليه وكورة الحياة لكن بالرجب سيجارة إن عباد الله وخصيصة أما صورة أما صدقاء أما صلاة مجرد حديثة قصوها ربطينة لما أنت ضعيف هو يسيد حافظ من الحجر رحمه الله تعالى وكأمله رسالة وكألفه إن حديثة قصوها ربطي رجب أيوانا ضعيف تعي إن بدنا وكبير موضوعي تعي. قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر حو حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس أخو إسرائيل إسرائيل بن يونس عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أول بكوري أبي إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله المداني كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله. قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة وابن أبي خلف أظن اسمه عمر قال وحيدا حدثنا الروح بن عبادة ابن أبي خلف خاص عمر بيه عمر بن أبي خلف قال حدثنا حماد كان ابن سلمة حماد بن سلمة بن دينار عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك أبو حمزة البصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس حاء. وحدثنا أبو بكر بن النافع ولفظ الله حدثنا بهز قال حدثنا حماد حدثنا ثابت بن أسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال إلى لقده قد صام وأصوم قد صام وأصوم حتى ويفضل حتى يقال قد أفضل قد أفضل وسافرين عمر صوم محمد لا أحمد بن محمد
ابن أبي خلف محمد ابن أحمد صح سأظن محمد ابن أحمد ها صح ابن أبي خلف كاس وروح سبي رجل يقانم محمد ابن أحمد طيب باب النهي وحال سر عن صوم الدهر سنة إلا صومه وسنة كونان الزمن كونان الصوم وقف ميرا دواني سنة لما صوم يا أمم مع فرايا ما علمنا لمن قفض الذي دين سنة كونان ولا صوم تضرر به تضرر به صوم كاسي كل باتور عيو أن أوضو لهين هذا ضعف جسمي سيء أي بس وقاري أو أما سفوت فوت به كتكسينا يا حق الحق أو صوم كأمانو بالصومية هاي وحكت علني إن حقوق لها وقدوا وايو وأمر غير كيسة أمنعها مرتدي سليمان دون تحديثه أو لم يفدن العيدين قف كان عيدين حتى أفرين إنه سنة قدام وضعي حتى عيدين كي والتشريق يا مال ما يا متشريق اللي راهو وإلا صوم عين بنارين لبدا عيدوت عيد الفطر عيد الأضحى يا ما تشريق اللي راهو عيد الأضحى كذا بيكوي تمنات كي لا بيتمنات كي سدح تمنات كا قف كا صوم كيسة كوسي دراي كاسون كي سلام أقول سوم دهريس وبيان التفضيل صوم يوم مارين إلا صوم وإفطار يوم مارين الله أفره ويفضل بدن طه صوم كهو فضل بدن حوي مارين الصوم تو مارين أفرته أعدل الصيام وأفضل الصيام على ده صوم كهو فضل بدن وين مركز صيام الدهري كاسو مصان يوم مترجم كم ترجمة إسكاله أيو حكم فهمي نهي قصة أروري صيام الدهري ما كده بيقول ويديه لا سامة من سام الأبد يا حديث قصارى الصيام الدهر يقول الذي ذي أي مركا وباك حمبارا يا وحصابت الذي ذي وحوي هذول دبعت كسر جاري أما حقوق أي كسر كرأي وجود الله وجود وياه أما عيدين كي ورموا كذا رأي أن أفور أي نبأ أربعة صنم مك اجتهادات وياه واجتهادات وإلا حديثك وحكم عضاء صام صيام الدهر يصيام أبد إن للنهي وما قصوا غن يقول الذي ذي للنهي نهي قام التحريم بس هو تنزيه أي على سواه إياه أو عبد الله بن عمر حديث تنسائيه لنك يا حمزة بن عمر السلمي اسم الدصاب حريرين جرائيه رماسي عربة قار ليهين مالك وحي كفها مايان وقف أوضو له سيد هذا الترجمة ومسلم أمامهم هو مترجم كغوليه مذكر إلى عاسوية لكن نسخ ما عدا حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمر بن سرح البصري المصري قال حدثنا قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس بن يزيد الأيلي عن شهاب الزهري حاء وحدثني حرمرة بن يحيى التجيب قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن الشهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلامة بن عبد الرحمن الزهري أن عبد الله بن عمر بن العاص السهمي عبد الله بن عمر صحابياني جليلاني عبد الله بن عمر سجابيه عبد الله بن عمر بن العاص السهمي قال وحجر أخبر الرسول الله نبي عليه السلام حلاه شيئا أنه يقول نبي حلاه شيئا أنه يقول أنه يقول والتفات من المتكلم إلى الغيبة أنه يقول التفات بالله أني أقول ما شو إلى بحيره أنه يقول عبد الله بن عمر كسر أسكاه الله يرتر كي يسوي وحنبق الله الشيء جاي أنه عبد الله بن عمر عمر كحديث ورنا يقول إنه أسر لفتر كي يسويه لا أقومن الليل لو الله إلهي ما قمنا أرتيا أقومن الليل هبين لما تجنن وصلاة الليل بن عاو لن تجنن أيها ولا صومنا النهار مالين ربنا واسوم ما عشت انت عن نولهي أرك أنا كنت أرتبع نبي الله شيخ عليه الصلاة والسلام أحد كأو شيخينا وأبيس وعمر بن العاص عبد الله كان قربا لو قولي شرف بضم من أحسب النساء صاروا الرواية كان قال أو شرف قبلها شرفت هذا شرف بضم مركا دقى عمر بن العاص كان يتعاهد reerkii iyo gabadhaasi iyo ninkaas oo la dhabiyay reerkiisii yahay wiilkiisa reerkiisaas ayuu kor meer jiray oo ka warhay jiray xaaladooda uu ogaan jiray oo kor gali jiray oo kor gali jiray markaas uu arkay gabadhii oo xogow isku wada toosneen oo xaaladeedii gabadh aroos abaaro ekeen odaygii sodon gahay Camar bin Caas ama arkay markaas uu xidhay maxaa dhacay adeer xogow xaaladada ma toosneen waase gabdhaha arooska iyo xilliga la rabay in aad kor isku qaado markaas ay waxay tiri nimba wanaag badan oo aan intaar u imaanayba oo gurigaba aan u imaanay aan wariga anaga maradaanada iyo faraqaanaga aan sa u taabanin ninka asaga ah markuu fahmay
in ninkan uu yahay nin zaahid noqday oo ka zaahiday gabadhii oo salaad ninka habeenka o dhan u taagan maalin dhanna sooman qur-aankana mar walba arwalba dhammaynaya ninkaasi waxaa weeyaan maskaxdiisi iyo maankiisi iyo jaceylkiisi iyo maxabadiisi meel kale aaday gabadhii iyo hawadeedii oo dhanba waa ka leexday lamana raba arrinta ayada ruubaariyadaasi iyo cibaadaad u go-ayaa oo xuquuqdii kalaa ka tegi lama ogolo shareecadeenna waa shareeco isku balasgaraysan oo tawaasul iyo isku miisaaman oo isku dheelitiran oo la rabay la rabo icdaau kulladii xaqin xaqa wax walbaba xaqiisa in la siiyo la gutaa la rabaa arrinkii buu nabigu u gudbiyey sala allahu calayhi wasalam wiilkii waxaas ku dhaqaaqay gabadhii iyo reerkii iyo mucaamiladii la rabay waaba ka leexday salaad iyo sood iyo cibaado umuna ku jiraa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigaa wuxuu yidhi intuu la kulmay anta alladii adigu midkii soomatiid ama midkii miyaa tahay taquulu daalika warkaa yidhi ninka ku dhaartay inuu habeen oo dhanna salaatuleel ku taagnaanayo maalin o dhanna uu soomanaa qur-aankana maalin walba uu dhammayni soo adi maaha faqultu lahu waxaan ku yidhi qad qultu waan idhi yaa rasuul allah rasuul allah hadalka waaga soo fulan waan idhi khayr baan oola jeedaa buu riwaayo kale ku daray khayr baan oola jeedaa marka khayr baa oola jeedaada kuma filla cibaadada iyo daacada iyo tasarufaadka iyo mucaamalaadka iyo qofka waxaa ka soo fulaya xusulniye iyo daacadnimo waa loo baahan yahay laakiin maxaa ma ku filan tahay keligeed maya waa in mutaabaco la helo waa inay waafaqsan tahay shareecada niyad wanaagaadi iyo sharcigood waafaqdo markay iswaafaqaan labadaas markaasu wuxuu noqonayaa camalkii camal hagaagsan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam baa wuxuu yidhi fa innaka laa tastadiicu ma kartid daalika arrinkaas inaad maalin walba soomanaato oo habeen o dhan taagnaata ma kalaysidee soonka haddaan ka hadalla fasum soom maalmo wa aftir maalmana afur wanam saaxo habeenkii saacado ka mida waqum saacadana toosoo salaatuleel u istaagnow oo inuu qofka hurdadaas uu ku jiro oo lama rabo inuu muxuu ahaa salaad ku taagnaadana ma aha wasum soom min ashahri bisha thalaathata ayaam bil walba saddex beri ka soo fa ina alxasanata xasanada bicashri amthaalihaa toban laabkeed weeye oo xasanada aad la timid tobankeed baa ajirka iyo hawaabka lagaaga dhigi man jaa bilxasanati falahu cashru amthaaliha qur-aankana ilaahi subxaanahu wa tacaala ku yiri fa ina alxasanati bicashri amthaaliha aayadu sii sha ayib wadalika mithlu siyaami dahri arrinkaas marka waxay noqonaysaa haddaa saa ku socoto ood bil walba saddex beri ka soonto maalin walbana toban ajir lagu qoro maalin taglabaadna toban maalin saddexaadna toban soddon bay noqotay bishuna soddon bay ahayd saa ku wad sanadkii markuu dhammaado adoo sanad soomeyba lamid noqonaysaa wadalika midlu siyaami dahri marka inaad ficlan soomu siyaamu dahri la imaato ood maalinba ma afuraayo tiraahdo ood xuquuqdii kale ku dhacdo lama ogolo laakiin waxaad ku helayso adoo xuquuqdaadii kale gudanaya sanad soonkii oo kale waxaad ku heli baa jiro saddex beri inaad ka soonto bil walba ayaamaha marka waa mudlaq oo middaad rabta ka soomi kartaa laakiin waxaa afdal ah ayaamulbiidka afadal ah saddexda beri ee laga soo waa bisha waa inay noqoto maalmaha kow iyo tobanka ee waxaa ujeeda labaiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka afar iyo tobanka saddexdaa beri weyn yaa afdal ah dayib siyaamu dahri baa lagu helaa waxaa kaloo siyaamu dahri lagu helaa sanad soonkii lagu helaa ramadaanka ood soonto lixda beri ee shawaalkana aad raaciso lixda shawaalka aad raaciso man saama ramadaana uma atbacu sita min shawaal fakaanamaa saama dahra sanad qof soomay buu lamid yahay qultu waxaan ihi fainii udiiqu waxaan karaa afdala min dalika wax intaa ka fadli badan oo saddex beri bishii inaan soomo ka badan baan soomi karaa nabi allow qaala nabi wuxuu yihi sum soom yooman maalin amar marka amarkaa sum uu leeyahay amru lwujuub inuun ahayn ee uu yahay amru lirshaad walistixbaab sum yooman maalin soom wa aftir afur yoomayn laba maalmood marka laba maalmoodna afur maalinna soom qaala qultu waxaan ihi fainii udiiqu waan karaa afdala min dalika intaa wa ka fadli badan yaa rasuul allah nin dhallinyaraa oo xamaasaysan oo khayr iyo wanaag inuu ka faa'idaysta dhallinyaronimadiisa raba wey cibaadada uu la yimaado intuu dhallinyaro yahay laakiin camalka hala daa'imaa la yidhi inuu hadhow wixii nabiga uu ku ogaa uu ka tagana culays bay ku noqon doontaa nabigana taasuu oga digaya calayhi salaatu wasalaam oo dhallinyaronimada ma socon doonto hadhow daabaa ku taaban doontaa waad cajisi doontaa camal aad baratayna inaad ka tagto ma fiicna ka joog qaala nabigu wuxuu yihi sum yooman maalin soon wa aftir yooman maalina afar maalina soon maalina afar wadalika siyaamu daawuud marka nisfu sana wey lix bilood baa soomaysaa sanadkii haddaad maalinla soonto maalinla afurto wadalika siyaamu daawuuda calayhi salaam nabi daawuud soonkiisibaa saa ahaan jiray nabi daawuud calayhi salaatu wasalaam xagga soonka acdalu siyaam wa afdalu siyaam soonka sunnada ah maalinla wuu soomi maalinla wuu afuraya kaasaa ugu fadli badan wa huwa acdalu siyaami soonka ugu fadli badan wey acdal macnaa afdal ka ugu fadli badan weeyaan
قال قلت وحامل فإنه يطيق وحان كرا أفضل من ذلك وحكفل لبدن صيام داود يوم ما أنه صوم ما الأفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر لا أفضل من ذلك وأجده وأجده النبي عليه السلام صوم كفل لبدن مجر توم ما أنه صوم ما أنه أفر صوم كفل لبدن مجر توم النبي صلى الله عليه وسلم ويكدم بي إنتاز من هي عنه قال دي ذا يعني. قال عبد الله بن عمر وحجر رضي الله عنهما لأن أكون إنا نهاضوا مركز دبوع على علايا مركز دقوبي ودقوبي النبي عليه السلام حجر ودقوبي دون تأدابة وطابان دون تولوا حيث النبي عليه السلام والسلام لأن أكون إنا نهاضوا قبلت ثلاثة صدح لي إنا نقبلوا على أيام إما المهاها التي قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت لي وصدح بربشي كصوم سند أجر كيبادي يالان أويهر إنا قاتوا يا حب إلي أن كتش على من أهلي أهل كي يومالي حوله إيه الكيجي مال كيجي أبو حنجة على سدح بيننا صوم وهذا مو صوم وصوم صنعة إنتو سكدة صنعة كان فراك قال سدح بين مكوب دشوا وحدود الدنيا وحنا بيجو كوجا عليه سلامة وسلام إنه كتجو تنو الدنيا هاي. وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدث انضربت أنا يحيى بن أبي كثير اليمامي يحيى بن كثير اليمامي قال وحوري إن ضلقت وحانتك أنا أنيقا يو عبد الله بن زيد أياتقني حتى ناتي وحانتقني أبا سلامة ابن عبد الرحمن الزهري فأرسلنا إليه وحانت الرحقيس الرسول مقفى مد الريون إليه شيخ موير فخرج علينا ونصب حي وإذا عند باب داره قريس الباب كيس وحاكو أبيا لمسجد المساجد. قال وحوري أبو سلامة نصب حي قال وحجر على ذيك الليلة هذا إحياء فكنا في المسجد مساجد كبا ونسكت حق الله وكسو قيني حتى خرج إلى إلى إراء ونغصى بحي فقال مركزه وحجر أبو سلامة بن عبد الرحمن انت شاؤو حداد دونتان أن تدخلوا إنا سوق شاء قريقا وسوق ليس قريقا أن ينبو أخيه وإنت شاؤو حداد دونتان أن تقعدوا إنا سكفر لدينا هنا ماشي المسجد كنا فعلتم وثمان إنسان لبضا متقب خيار إذك أوله أما تفضلوا قريقا سوق لا أما مساجد كبيرة فنذا ما نروح نقول شيء قال فقلنا وحان الله ما يأه قري من بل نقعدها هنا هلك المسجد كفدينا ناية فحدثنا ونورنا هلك نروح حديث أو نروح شيكة وحديث النبي علم وغبر. قال وحير حدثني عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وأبي اللون عبد الله بن عمر ما يورني قال وحير كنت أصوم الدهر سنة قدما ولا صوم يجري وصوم آم سحر رجل وأقرأ القرآن القرآن كان واخرج كله كل ليلة هبئ والبار القرآن كان يختم هبئ والباء وأنت مركز سودكتي لأن القرآن واسع ذي إلى آخر عمره صلى الله عليه وسلم آخر عمره مركز أنت سبضنات عبد الله بن عمر هو صغار صحابة القرآن أنت سبضنات مركز واسع ذي وأقرأ القرآن كل ليلة هبئ والباء. قال وحير فإما ذكرت إلا إيه شيء للنبي النبي عليه الصلاة والسلام ونبي إيه شيء إنا أرك سمايا وإما أرسل إلي إنه أنا قف إيه صوت دريا فأتيته أروي ما ذي من كلام لا هاي أنا النبي وان كل ناي أبيه بارو شيء ورب يصير وياك رعد يسي فقال النبي النبي عليه السلام وحويل الله مخبر ميان إلا إيه شيء لأنك تصوم دهرا إن سنة كل صومتها وتقرأ القرآن قرآن على آخر كل ليلة هبين ودم القرآن قد ما ينسى كل ليلة هبين والباء هبين والباء. فقلت وحان بلا يا نبي الله نبي الله ها واسمه وائله ولم أرد ولم نجيد بذلك أرك إلى الخير خير مهين ها خير مجيئه خير مجيئه مرك خير مجيئه مرك وحي خيره الأضيء الأمة ليس حسن فهو حسن الله مرده هنا وحال لي الله كاتشبا أبقى كاتشبا ما يلا مرك ابتداع هي مخالفة السنة أبقى يكسر وقري كرتوي إن وح الله وحي مرك شكل عبادة له ويرى هذا وين أكسنت هاي أو استحسان إيو خير بين رجلنا أفكو إسكالي ما دو وارمها بدعادة اللي يرى هذا بدعادة اللي يرى هذا ويان أو وحي شرعي خلاف سن أو سنة نبي خلاف سن أفكو ويرى هذا أنه ويرى في عمت هاي يا خير ما لو رجل رنتا سي وحاي سوق ليسا اتداعة نبي نوكدك عليه الصلاة والسلام كل بدع ضلالة وكيري خير ما نبي لو رجل ما كان نبي إنه تهذيبيه سونا أود عن واحد شرعي أو ما أقولين أو حقوق ذي كلام وأنا أقول له حنين تهذيب صومك يا صلاتي يا قراءة القرآن وأرمى في عام لكن هنا يكون عام على حساب الآخرين ودت كلا يا حقوق لا أي أي يا شو تاسل الذي ديه ما كان نبي هو تهذيبنا يا وهجاجنا قال فإن بحسبك
waxaa kugu filan oo ajir iyo thawaabna aad ka heli camalkaadana aad ku daa'imi kartaa xuquuqihii kale lagu lahaana aad waxba aadan dhibaato aad ku keenaynin ina bixasbika an tasuuma inaad soonto min kulli shahrin bil kasta talaatata ayaam saddex beri siyaamu dahri weeyaan sanad aloo soomay baad la ajirta qultu waxaan yaa nabiy allah inii udiiqu waxaan karaa afdala min dalika intaa waxaan fadli badan ii ziyaadi qaala faina lizawjika xaaskaada iyo islaantaa qabto calayka korkaada xaqan xaq bay kuu leedahay hadda nin maalintoo dhan sooman habeen odhan salaad u taagan qiraatul qur'aan akrinaya xuquuqdii gabadha awe gabadhii waxay u baahan tahay mu'aanasa waxay u baahan tahay mucaashara waxay u baahan tahay mucaamala xuquuqdii gabadha ay lahayd ee dhaqankii ahaa aaway marka maalintii waa soomaya uma dhowaan karo habeenkiina waysadiisii salaadiisii buu ilaashanaya waa taagan yahay faina lizawjika calayka xaqan xaq bay kugu leedahay lii gabadha gurigan iskabayna imaamine xuquuq bay kugu leedahay wayna kugu qabsan kartaa weli zawriga dadka kusoo booqanaya iyo martida kusoo martidaysana calayka korkaada xaqan xaq bay kugu leeyihin waan soomanahay martidii inaad kala hortagta ma aha waa inaad marti qaadood la cunto weli jasadika jirkaadana calayka xaqan xaq bay kugu leeyahay qof habeenkao dhanna dhafrayoo taagan maalinoo dhanna soomanaa waa daciifaya waa tabar dhigaya jismiga waxaa rabaa in xooggiisii iyo difaaciisii la ilaaliyo qaala wuxuu yihi fasum sawma daawuuda nabi daawuud soonkiisa soo nabiyillaahi aha calayhi salaam fainahu kaana wuxuu ahaa acbada annaas nabi daawuud calayhi salaam dadka midka ugu cibaada badan buu ahaa hadday soo noqoto iyo hadday salaad noqoto iyo hadday noqoto qiraa'ata zabuur iyo hadday tasbiixda iyo dhikriga ay noqoto daawuud calayhi salaatu wasalaam sifaad fara badan oo aada u wanaagsan baa lagu sheegay intaa faraskiisa loo sarjinayo oo kooraha iyo faraska loo samaynayo yuu zabuur wada akrin jiray akrintaa uu qur-aanka akrinayo tasbiixdaasna shimbiraha iyo buuraha iyo inta way la tasbiixsan jireen sawdkiisana wuxuu ahaa nabi aada usoo quruxsan buu ahaa laakiin lagu dhihi jiray saxaabi abi muusa alashcari laqad utiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud aali daawuud kale daawuud baa loo jeedaa nafsahu calayhi wacalaa nabiyina wacalaa jamiici alambiyaai salaam salaadana iyaduna sidoo kale oo salaadii salaam nadaamsan bay ahayd oo jismigiina xaqaysana siin waqtiyaha qaaligaana la istaagayo soomi daawuud calayhi salaam fainahu kaana acbada annaas ka dadka ugu cibaada badan buu ahaa sifaad wanaagsan oo aad u fara badan buu lahaa waa nebi sifooyinkiisana waa in lagu daydo oo lagu raaco ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam wada tilmaamay oo uu sheegaya maxaa yeele wuxuu soo gelayaa daawuud calayhi salaam ambiyadii nabigaa lagu yidhi ku dayuu ka mid yahay ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahi muqtadi kuwii la yidhi buu ka mid yahay qaala qultu waxaan yaa nabiy allah nabiga ilaahay yow wamaa sawmu daawuuda daawuud soomkiisa ugu fadli badan muxuu yahay qaala kaana yasuumu yooman maalina waa soomi jiray wayuftiru yooman maalina waa furi jiray qaala waqra ilqur'aana qur'aanka akhri fii kulli shahrin bishii mar qur'aanka dhammee oo khatin oo maalin walba jus haddaad akhriso soddonkii jus qur'aanka bishiiba waa dhammaynaysaa saa ku wad qaala qultu waxaan yaa nabiy allah inii udiiqu waan karaa afdala min dalika intaa ka badan oo ka fadli badan qaala faqrahu akhri fii kulli cishriin marka labaatan beri qur'aanka ku dhammee qul qaala qultu waxaan yaa nabiy allah inii udiiqu afdala min dalika aan karaa in ka fadli badan qaala faqrahu ku dhammee qur'aanka fii kulli cashri tobankii beriba qaala qultu waxaan yaa nabiy allah inii udiiqu waxaan karaa afdala min dalika intaa wax ka fadli badan qaala faqrahu fii kulli sabcin toddobadii beriba marka mar dhammee walaa tazid calaa dalika ka ziyaadin marka walaa tazid calaa dalika nahyiga taxriim ma aha ee hadduu ziyaadiyo oo saddexdii mar uu dhammeeyo way bannaan tahay waxaa la diidi waxaa weeye bacda thalaathi aqala min thalaath saddex beri wax ka yar qur-aanka laguma dhammayn karo maa qara'a qofka noocaa waxaa lagu tilmaamay oo uuna ka cabbiray nabiga inuu waxba akhrinin hadanka hadii shicri saddex beri ka yar baan qur-aanka ku khatimi qofka yidhaahda waa qof qur-aanka dareeriyey oo didiyey oo tadaburin laasiyamaa hadduu yahay xilli gaaban uu rabo inuu ku dhammeeyo uu rabo laakiin xilli dheer hadduu haysto bil ramadaan buu joogaa ictikaaf buu ku jiraa waqtigiisoo idilba meeshanuu fadhiyaa qofka isaga ah salafka aakharta laga soo arooriyo inay dhammayn jireen maalin walba qaarkood thalaatha khatamaat qaarkood ka badan toddoba khatma u badan ay sheegaan sida uu soo arooriyo alimaam anawawi raximahu llah waxaa weeyaan waxaa lagu xumbaarayaa waqtigiisoo idilba cibaado iyo daaco ah mawsim kale waa mawsim muxadad oo xilli gaara weeye sidii ramadaanka ee wax daa'im ah oo waqti kasta ah ma aheen laakiin waqti gaaban oo shaqadii howlihii kalena ku sugayaan qur-aankan inaad dhammayso aad rabto saddex beri ka yar hadduu qofku waa ku dhammayni waa inuu haddii ooda ka qaado oo waxba una tartiibinin waratil qur-aana tartiilantiibuu khilaafayaa marka walaa tazid calaa dalika toddobadaasi sida fiican weeyaan
هذا سيخبط صدح بري وكوبا نانتا وصارف تأيين حديث صحيحة فإن لزوجك وحساء لولي وحوية عبادة قفك لولي هاي هكوت الاحتين حاسك هذه إسلام تادي عليك حق حق بقولة ولزوجك ولزوجك ذاك خصوص زيارة مرتدى بنا ولضيفك صارت عليك حق حق بقولة هاي وشاكين ايو وانتدي أمارة الله كريه والله لعنه ايو اللو هلي ايو حديث سلمان يا ابو الدرداء وكي مركي ومرتقى هذا يكدي ذي وصامنا يا عمر كي ما يبي الى الى عنته ولجسد نبي عليه السلام يقول صدق سلمان صدق سلمان سلمان صح وياه ولجسدي كجرك هذا عليك حقا بكوره قال فشددت واسوات كي فشدد علي ولوات كي واسوات كي وركجو 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 ما يكربي ويا يا دين لا تكن مثل فلان بالوير مركي ودبس والهبل وكلا نقن كان يقوم الليل فترك قيام الليل تيما مسكاه دي سكيه ليس عبد الله بن عمر بن عاص وقلنا بقى انتي اسجن او اودين نقود دقوبي ارنتي نبي يدي هدها نقن ان دك كتغا تيبا ولا اسكو هيس مركا خول فشدت واسكوات كيي فشدد علي انا ولوات كيي مركا دين تني ان الاسكوات كيو ما هي يسرق يا فدات كي لقاته وي لا يشهد دين احد الا غلبه يسر ولا تعسر ايو بشر ولا ترفر ايو شريعتنا عموما مقاصد هذه كمتا هي التيسير وعدم التشديد على حضور الاسكوات كيي ومدي واحد اسكوات كيي وهي كسو غار وغرنيسا قوم بني اسرائيل مركي ليلي ان الله يامرك وتذبح بقره نف الله الى الدول عذاب الى الامر يا سلاسه كل بحيزانه خلافك يا دواتدي او كدمانو نينكي خيامده سميهي انتو اسكو دراي لبا دمبي بو غلاي اي دهان المفسرين تن نينكي سيد حالكي سو لهاد ودلي هدره مركاسو دد كلام كوم مصبيداي سو ربي انو دخلكي زد البقاطه او ولبا وديي يا خولان كو ترسدو مركا ارنتي با لو مارا وايي او دباتي خطر كشي نبي موسى عليه السلام بيقول بني جارة رنتي إلهي مبريه لها ضلي إلهي روحو كجري نافلاء ونقورع انت عم بيكا قسن نبي هذا النافلاء انت ساقبتا نقورع إلهيان وقيب كميلة دينا يكونوا فان لعيان خلاص حالك والا قاد لانيك انتو انداك لقاوة نوهي البايدري يو هادا نسكت تقيلها ومعجزي هيد لاني دايب مركاسي وحيب الله ما هي ما لونها ما هي ان البقرة تشان ورنو عنو يب الله مركاسي ميل فك اي عرنتي سلمان يصمت محوها إيام اللون إيام مذب نادر إن الله يلبا يا ذاك تهو الزعفران كبيرك يسوى كلام يا الحالي نافكاس نعم صفراء فاق عبالي أقول لك هل نافبا الله يلبا يدها كيما مركا نينك إلهي حول بذكسي طيب مركا فشددت فشدد علي واسكوات كيي والوات كيي عبادة نواسا صلاة لك اسكوات كيي ويسد لك اسكوات كيي ظهارة لك اسكوات كيي وسواس وسواس شك بالوزي دينا إنك ويسد سواد كي أما ظهاري استنجلي يا قميص كان وأما يسات هاي أما يسات هاي جارسية وحي يسكت مركز دمت وقرايا وسواس وقرايا وسواس وقرايا وصو أو قميص تيب وحوري بيه ماذا شركة جارسيني أسوى أقدم أو تريليتا كل سجست وحوري وري ماشي ما ظاهر نقرن أيوري مركز أمراض أمراض داس وسواس وسواس كا وحي كنا لتا تشدد كي مركز ورد سواد كيس شيء الشرعي أسدوها وقاضه والحمد لله على سلامة نبت قليلا في عن هريء وصحو وصواص كالشيطان كصوما دقها ودقها 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 نبي صلى الله عليه وسلم وصوصد الشيطان يوحى الشيطان وقلبه يقفل وقالينا ايو وضدك وانبضا وكالشيكتان وانا واحد جرى واقع او جرى الشيطان كسوه اللين ومداخل ليه حقا سوه قل حقا سوه قل يولك وقصه عضيه وهيكسن ايا شيطان محايتا مطقانا وهيكسن ايا انو توحيدك قفك وكساره وعقيدة كهل ليه وإيمانياتك عقائدي وكطاعه وشرك يكفر ما كذب والعياذ بالله وحرم ماله قعدته بس أما واشبه أما جنون يوالك ودعه أنت جور جور تعرف رامك اللي سكير عليه هو من سكير عليه كره الله بقى يري أو يري يرى أيون النبي عليه السلام كداوي جاب يسب هاي تشر حديث ما فليستعذ بالله ولينتهي والله مدنا أبيك أبا كاري كراه إلهي كوسهل مدنا إلهي با سبحانه وتعالى لغا كالمويديسن شيطان سكر لسكي ألومب بهذه كريه وسواس كيزي فاستعين بالله إلهي كالميس أعوذ بالله من شيطان الجملة لكن هذه ما حد هيلي كرتها حد هيلي كرتها موضوع إذا تولكت إنك رساك وحقوشي الشيقة إنا ترى هذا بيان بها الشيق وقتنا قابل إنت أبي يدهري كرتها سكرنا قابل هذه كرتها مركا mid oo qofka wadiisa iyo mid wadiisa ka baxsan labadaas halu waxa leeyay wixii wadaada ka baxsan ilaahay magan galo ku qaran wixii wadaada ahna
adiga dhibaatada keenaya oo su'aalaha dhamaan ka jawaabto u taagane oo meesha u fadhiye ka kac meesha ha say 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 asoo maray xadiidka kitaab al-iimaan ku soo maray kays ka zuul maay shaydaanku inuu leeyahay man khalaqa kada man khalaqa kada hala kullu khalaqa allah khalaqa fa man khalaqa allah ilaahi yaa abuuray ba kadib ku gaarsiinaya ma ka ilaahi ba abuuray ilaahi ba abuuray ilaahi ba qors ha oo sidi waa saas salaadu waa sida aqeedadii marka dambe gali wuxuu socdaba shirki walaal billah shaydaanku waa saas oo in iska baxay fashaddatu wa aswaad kayay fashuddida alayya wa laygu adkayay bir aniga qala wa qala li nabiyyu nabiyyi alayhi salaam ba wuxuu yiri innaka la tadri ma ogid لعلك يطول بك عمر لعلك وحابي ذكرت مضنت يطول بك انه قد درى عمر عمرك عمرك هذا انه درى ذا ذكرت وهذا من دلين يرى وحتى هي شابه لكن وحي عجيب كا وحا كميدا دلين يرى خلينا اي دلين يرى دي عباده يا طاعه يا خير كا وان بدن صواريخ بدن كسر في ساعه جرتها وكيري ولذلك وحال وابل بدي وشاب نشا في عبادة ربه إن لن يرى عبادة الرب كبر باري أو إلاليي أو نفتي زكاة كاهدي خاص كإلهي بالغب مارت أبا المريي إن إلهي هوز كسو قلنا لأنه واحد إنت بدن لن يرى كوعدك أيو تشيري ممكن لكن نحو نغضي السلاس ونغضي يوم واحد لقوه التاقين وحو عبادة يريسو عبادة ترتيب سو واحد نفتها ده لو مستقبل كفيري وهذا كنت قدوني إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر عمر قادم لنا هذا قال فصرت وحان نقضي إلى الذي أرنك وقال لي النبي النبي يقولها عليه السلام عمري يداء إتابتي فلما كبرت مكان دقوبة وددت وحان تمنيون جعل هذا أني كنت إلى نهان لها قبلت كي يلا رخصة النبي الله النبي الله رخصة لي صلى الله عليه وسلم رخصة النبي أويل والرخصة لها سسقف الضيسو إلى أن قاطه أيان تمنيون دون الله محمد يروي سنة دي هذا كما تيكراه عديدة يا إنه نقضي ذلك السنة كي عبادة إلهي ماذا كتغى ونبي يقول لك أنا أكتب جدًا هاي مركز سودة أنا معلومة أنتوا أفرا شري تومبري أو كالي يشري تومبري نصار كحيولين جري سو حبو حب ويشو وحدثني زهير بن حرب قال عبدان الروح من عبادة قال عبدان حسين المعلم المكتب كي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وزاد فيه بعد قوله من كل شهر ثلاثة أيام بلوى بس ده بركة صوم بالوين فإن لك وحلل بكل حسرة عشر أمثال طبعا لا فذلك الدهر كله سنة كون نبابة صوتي سنة كون نقف صومي بعد أجر نقطي صدح بين هذا القصر نبشي وقال في الحديث قلت وما صوم النبي الله داود حيه قال نصف الدهر سنة نصف الدهر سنة نسكي بها ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا كما شيء الحديث كان ولم يقل وإن لزورك عليك حقا بكبولها ولكن قال وحيه وإن لولدك حررت عليك حقا بكبولها قال عليك قلنا سلاذو تاقنا تمام من صوم انتهي ضعيف ما نقول إذا تبرت هذا بعد إجازة شقدي يهو قبط يقربت كل ضعيف حدث أمة ربيالي قال حدثنا قاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بن زهره عن ابي سلمه رضي الله عنه قال واحسبني قد سمعت وانا من ابي سلمه بوليه واحسبني من كان يرى هذا يحيى بن ابي كثير بوليه توس ان اوغا مقلي من كان يرى ابي سلمه يانو مالينيا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله النبي عليه السلام بوحي يقول اقرا القران قرانك وحاد اخر ساي عن وحاد ختنتا او كو دميسا في كل شهر بل ول بل ول بدمه قال قلت وحان اني اجد وحان هليا قوه اود انت كبد قال فقره اخر من 20 في 20 ليله لما تبري مكه كو دميه قال قلت اني اجد وحان هلي قوه قال فقره اخر في سبع تدبري ولا تزل على ذلك جزي هذه وسيله في عام صدح برادات غارسيزان دي مالها رغوان دلن يرى ولا كر الى عباده بدني يا دلن يرى ان حلق العباده سيكون يهن ضعف يعتبر درده يا مشاغيش كلي وقت بدن كدوميه عبادتي وعاد عاد وهذا كاتب ان صلاتي فرض كان وحلو دار فرض كما ضيع معي ان فرض وحلو دار صلاه الليل كي وتر كي يا سبحان يا اد بي اسكان الله يفتاي وياناتي طيب نكا و خو رادين ايو خير يا وناقه يا درجه اي قف و بابا اي تايلو راديو اسدو هدي النبي قادن عليه الصلاه والسلام وسط يده يا دحدحات كي يسري فدادك وحدثني احمد بن يونس عبادتنا سيده ابو حبه انت ان لو تبرتو ليلي afku ku leeyama oo ku tabarto oo ninka qofka uu dhalinyarnimadiisa oo naftiisa baro hadha waa u sahlanaanaysa wadathana ahmed bin yusuf al-azdi qaal hadathana amr bin abi salamata an al-awza'i abd al-rahman bin amr al-awza'i qiraatan akhir al-wudu al-akhiriya qaal wa hadathana yahya ibn abi kathir al-yamami an al-yamami yamama
عن ابن الحكم بن ثوبان قال حدثنا أبو سلام بن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوجر يا عبد الله عبد الله بن عمر لا تكن هنقون مثل فلان هبلو كان يقوم الليل هبلو دم تاغنان جري فترك قيام الليل قيام الليل كي مكتغي وقت عبادة بضنا وطاعة بضنا يا صامر تي مكي دمنا ذاتك عادي يا أبو سكر نقضي ذاتك كالو سكر راعي أرنتا ولا رفع عن يهي وهي أخلاق وهي عبادة ضاعية وناقة قفك وتربية وصوقاتي إنه دائما في عن وهي وردها ولهان جري إنه وردي سلازم أيا في عن أو مكتغين قارها وردي نبويها هدي النبي وافق سنة عليه الصلاة والسلام أذكار الصباح والمساء أيا كمدة أذكار النوم با كمدة أذكار دبر الصلوات صلاة قلاشة صلاة ما ذا كمدة وردي أسرع النبي عليه السلام قوة مطلقة قوة مقيدة حلم إيه مكان إيه وقت كقيدا أما مطلقة لا يزال لسانك ردبا من ذكر الله أذكار تاس النبي وجهه نص الدلالة وافق سنة إنه قفك ولازم عرف كسبره أيا في عن أما أذكار تا طرق صوفية أو إجازة هي ضرورة لقى قاطع لقى يا مرق قائل أبو زعبلاد وكجرو أو عن جرين أو نص أما مفضول كي كل تركيزنا يا فاضل كي لقى تجاي فاضل كي لقى تجاي بعض الصور والله آخرين الزور ده قار أو كسي فاضل بدنا نقول ولكن فاضل ليه هي أذكار تقار أو لقى يا بنص بينه وخص أورورين أو قفص كراي معنا يكون التوحيد كي التسبيح ده يصلي النبي عليه الصلاة والسلام سيدي صحبه هي توصل ليه أرمها هو يعني دتك يعني قفك إن إنه سنة النبي كل حلو وأنا سيدره سيدره لك بيته ونقول يا عاملة الناصبة قف عمل فلاي وردنا يعاور دلو قاية لكن وافق سنين هدي النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الأذكار للنووي رحمه الله إمام النووي يحيى بن الشرف أبو زكريا كتاب رمبك ألفي لير الأذكار الأذكار وكتاب كما بدانا آية تاين وقفك قعنتي سأكجره حسن المسلم كه أيا كميرة وهف القحطاني رحمه الله ومعاصرة كتب ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة طيب إيه كتب وكالفة كتب عمل يوم والليلة يعني كتب الكالفة إمام مسائي غير كي من السنة بركة كتب تاسي كه الله يأذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كتب تان أحاديث لنا أمهات كي إيه رياض صالحين كي إيه انت لا أذكرت باكو تفقع تفقع هل كاس مركا إن لو تقيدوا أما الدعاء أما ذكرها أي أفضل في عن عير أضاء النبي وافق عليه السلام هي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع دي للسيي يوم الكريم أوقفكم من الإيمان كريم كريم هذه الله دائيو وعاصة نبا وافق إيسا كان يقوم الليل فترك قيام الليل بني هذه النبي وحاكم إذا إنه قفل مقع إيسا أون الشيء وكذا توعدنا إيو وأوليه تلهبل فلان فلان أو كريم مقع إيسا أون الشيء لا تكن مثلي بمثلي فلان هل ولو كره النقرني بالي وحدثني محمد بن الرافع ان يسابوري قال حدثنا عبد الرزاق من امام السنعاني قال اخبرنا ابن جريج عبد الملك قال سمعت عطاء يزعم ان العباس العباس عباس الشاعر ابن ديش الصائب ابن فروخه الصائب ابن فروخه الشاعر قال اخبره انه سمع عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه حاسو قال اني اصوم الى صوم او ولبا اسرد أن حريرنا يصونك أو وصل الليل هبينو لنا أن تاغنه تكنا فإما أرسل إلي إنو ضد إيصاد إلي وإما لقيته إنا لكل مي وكل مي النبي عليه السلام رواية صلى الله عليه وسلم النبي قرية سأقول تغي أي تسعيسا فقال النبي عليه السلام بأي وحيوه الألم أخبر مياه لأي شيء وأنك تصوم إنا صونت ولا تفضل على المعلنة فرين وتصل الليل أمين قبلنا أن تاغنت وتكنس فلا تفعل ساهيين بالوير فإن اللي حينك إيش هذا حظا لف إلى هذا إيش هو إما يتنصته أو إدال بحصته أي الله رب هذيك الإشو way noogaysaa oo arageedii iyo xoogeedii baa daciifay daacada iyo soo jeedka iyo hurdada faraad inta badan ka maqan tahay ninki salaada tukanay salaad uu ku soo jeedin wayaa ka war ninka caawad telefoon ku soo jeeda ka waran fiirnaayo oo indhihiis ku fiirnaayo ka waran fiina li aynika cali aynika hadan wali nafsika naftadan hadan baa fikuule wali ahlika rakaadan hadan haq buu ku leeyahay fasum soom وافطر افر معلمه وصلي تكحلي والنم حلي نصاحه وصم حصون تابي كل عشرة ايام طبعا كي بريره يوما ما نك صون ولي كل ولك اجر تسعة سغالك كل اجر كود ما ده هاي حتى طبعا كي بريره ما نك صون تو وحسنه بعشر امثال هو طبعا لا سغالك كل اجر كود اكو قرنت قال انك وحي صحابك اني اجدني وحن هلي واسك دريما يوسك اركايا
أقوى وحكو حبا من ذلك أرنك أين هلا يا نبي الله نبي الله قال فصوم صيام داود عليه السلام نبي داود سوم كيس صوم قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله نبي الله نبي داود سوم يجري قال كان وحوها يصوم يوما ويفطر يوما وهذه دلالة على صدق نبوتي ورسالتي نبي وحو كشكرا نبي داود وكهر ريي إن بضن أيو كشكرا يا صوم كيسي عبادة ديسي ووحي إله وحي وذي وحي إله وحي وذي ويان مركي لقصه الشيكي نبي عليه الصلاة والسلام قصص كي لقصه الشيكي قصة دي نبي داود إيو حلقي ذيكي بقر كها معروضها عيدا كي يسيرو كميدها قال كي وكي جالود ودري داود بدو قتل داود وجالوتا قصص كما كده اسم الشيكي يي محلو ختمي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين بدير إنك لمن المرسلين آيات كاسو من قف الرسول هين مو غان كرو قصص كاسو من قف الرسول هين مو غان كرو أغو رسول لماذا هذا دكتر هؤغا هذا الرسول حق هنا طال وإنك لمن المرسلين مركا نبي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر مع رجل داود إذا لاقى هذا هو مركو لكل وما الله دا صوت ما لنا أفرته إيه ولا يفر إذا لاقى مناسبة ولا حيسا قوك ما لنا صوت ما لنا أفر قوتي سمتقل قوتي سمتقل وضعفك مدعين هذا هو مقاومين كرا واسكحة كرا لكن ما هو أبو سومي إيش وين ضعيف الناس نفتح الوضع عجز بلا وضع ضعيفين مقاومة سمين كتتبر تبشانا طاي وضعيف إسا ولا يفر إذا لاقى شجاعة داود عليه الصلاة والسلام بجيز النبي سنة ويتوسيسا حب القرآن كابتش يا أركي سالي وقتل داود جاروتا مبارزين تسمى يكور تقي أيونيكي بقر كاية إذا كهو تقالا عمالي قضا أيو كفو ديري ولا يفر مع الرجل داود عليه الصلاة إذا لاقى قال من لي الله يا إسيا بهذه خصلة يا نبي الله نبي الله الله مدى يا إسيا بي ولا يفر إذا لاقى بس ويوحو تمنيني تمني الخير وبنيه من لي يا إسيا أحكي كهلا بهذا يا نبي الله بهذه يا نبي الله مدى القيس لماذا أن حرره ينبع يا إسيا عرك إلا دقالك يا مسلمين تي أو صفوف تي اللي سوسة فيها إلا عرر عرره كبائر تواوين بيكون جرتابة سبع المنفقات كميتها ومن يوليهم يوميذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله عرو إلهي بكون عدد قفك النعاس إنو هذا حيرة دقال إيه تعطيك دقال إيه إن أما لغو حب بدي انسحاب دقال إيه سميان إيه يعني ما هسوا قار قرآن كان صور ريبي لكن الناس كب يخضوا وغفوا عرره وعيد الكيس وكل عجيره تاسا يا الله قال قال عضا وحجر فلا أدري ما كيف ذكر صيام الأبد صيام الأبد مركو كهد لا النبي وصلوا شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري كيف ذكر صيام سدو كي من صيام الأبد مقرنا إياه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوى حجر لا صام من صوم من صام الأبد منكي ولي صومه مصوم من لا صام مصوم من صام الأبد لا صام مصوم من صام الأبد يعني كده ولي وصومنا أحب مصوم محايا إلي صيام كما عاصى هدي النبي موافق سنة وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبدعة بدعة مردودوة ما هو أبوان صومنا هذا تراه مدى الله بعد ما علم هذا الصوم إن عيد عيد الفطر هي يوم التفريق هي عيد الأضحى هي سوى قال يسعيون أن ما صام مصوم وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد وقال إن أبا العباس الشاعر اسمه صائب بن فروق أخبره وقال مسلم حير أبو العباس الصائب أبو العباس كاسي الصائب بن فروق هو من أهل مكة غير مكوها ثقة العدل وأن ثقاؤه عدل أهل مرمر بمركم إمام مسلم رحمه الله مسألة التعديل يقال يعني وحدثنا وأئمة وكم ذا أئمة الجرح والتعديل وكم ذا يعني إمام مسلم رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ العنبري بن معاذ حدثنا شعبة الواسدية عن حبيب بن ثابت سمع أبا العباس ومغلي سائب بن فروق سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر إنك لتصوم دهر صلوا أنوى صوميسا وتقوم الليل عاون وتقنان وركاسا جوج وإنك عدو إذا فعلت ذلك تصاصمس هجمت له العين هجمت وضعيفسا له لأجله عمل هذا لديس العين إشي بها ضعيف ونهكت جسمي ذلك ونهكت ونهكت إشي وي 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 هجم الداس على غارضه إيش قد بين قريسا ونكد وانا ضعيف إسا لا صام من صام الأبد نكي ويجي وصوم لها مصر الحم السوم أجل الكيري ما هي ذنب بقول عي صوم ثلاثة أيام ستح بريء الله صوم من الشهر بالول بس ستح بريء تقصه أنتو صوم الشهر كله سنة كوردن أحوجه بشهر دم بيلا متاي بشهر هذا صوم تنا وحيلا متاي سنة كيوردن
أجركيد هريسا قلت فإني أطيق أكثر من ذلك ما كنا أنت كف اللي بدنا به الله يكرني قال فصوم صوم داود مرك النبي داود صوم كيسه كلا صوم كان يصوم يوما ما لم يصوم جري ويفطر يوما ما لم يفطر جري ولا يفر مع الرجل إذا لاقى هذا ومرك الله كل مرة مع الرجل جيس ولا حب يود ولاها وحدثناه أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر محمد مياه محمد بن بشر عن مسعر مسعر بن كيدان مسعر بن كيدان قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت بهذا الاسناد وقال ونفهت النفس نفتل وضعيف سوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن الدينار عن ابي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجيري ألم أخبر ميان ليش أنك تقوم الليل هبين ودنيا تاجنتها وتصوم النهار مع الدنيا صامنتها قلت وحاني إني أفعل ذلك واسم يا نبي الله وأنكاس قال يحويني إن فإنك عليك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك إنها ويضعيفة ونفهت نفسك نفت هذا ويضعيفة لعينك إيش هذا حق حق بيكمول هذا ولنفسك نفت هذا حق بيكمول هذا ولأهلك ريرك هذا حق بيكمول هي قم حليها قال سلا تولي ويستاق ونم حل الناس كساحة وصوم مررك قال صوم مع المها قال وأفضر مع المنا أفر أرنتها بركة السلاسة وعدالة كمتها عدالة حتى نفترض أن العدالة سميسان لنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزوير بن حرب قال زوير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن الدينار عن عمر بن أوس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير إن أحب الصيام صوم حال لو جعل إلى الله صيام داود صوم سنة نبي داود صوم كيسمه في عنه وأحب الصلاة صلاة وحال لو جعل إلى الله صلاة داود عليه السلام كان داود هو ينام نصف الليل حبيبك نسكي سهر وساحن جري نسك ورا ولحظة ساعة ما شكرها ويقوم ثلثه وثلث كيسنا وقعجل ثلث كوي وثلث الأخير ثلث الأخير بلوجي هذا لحظة ساعة دمبا يا ثلث كلاك صاري وينام سدوسه وسدوس كيسنا وساحن جرا يوم وأصربيه طبعا كدمبا ويان وكان يصوم يوما مع الله ويصوم جرا ويفطر يوما مع الله ويفطر جرين وحدثني محمد بن الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام صوم حلا وجعل إلى الله صيام داود نبي داود صوم بس كان يصوم نصف النهار صلاة نسكي بصوم جري وما أنه صوم أنا وأفوري مركو صلاة نسكي وأحب الصلاة صلاة وحلا وجعل بين إلى الله إلى حق عز وجل صلاة داود عليه السلام كان يرقد شطر الليل حبيبك نسكي سهر وساحن جري نبي الله داود سوى أمارته وقت في حمص وقعه ثم يقوم وكيع جري آخر كدمه ثم يرقد وساحن جري آخر وآخر الليل آخر ساعات اللي ساعات قدما يصير صلاة الصباح ولا كان حلقة صلاة الصباح يوم وإنه واجب كوه بعد عكرتا يقوم ثلث الليل أبينك ثلث كيسة أيوك عجر بعد شدره نس كيسة أبينك نس كيسة كذب ونس كدم به نس وقت تجي وكل جيبه بعد شدره شيء اللي قاصر التيفيه هراء تجي كذب ثلث كيسة كعجري ثلث كيسة كعجري وهكذا مركوا صدى هذا ساعة لحد ساعة دم بين لحد ساعة دم بين الله بس ساعة بيطول قوة مركا لحد يورا قدر الله سدد ساعة سدد ساعة وين اللي سدد ساعة لا تقول لك مركا سأوفي حم حين ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا وإلهي وإلهي يا يبريون أقبلاء وجيباء يا وديسون أن سياؤ قال قلت لعمر بن الدينار وحقير عمر بن أوس عمر بن أوس ما كان يقول به ترين يقوم ثلث الليل بعد شدره قال نعم هذا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء خالد بن عبد الله طحان عن خالد الحذاء خالد المهران عن أبي قال أقلابة الجرمي عبد الله بن زيد قال أخبرنا أبو المليح عامر بن أسامة قال وحيد دخلت وحان قال مع أبيك قال بس وحوت أبو المليح وحيد دخلت وحان قال مع أبيك أباها من عيسى وزيد على عبد الله بن عمر ما قوة لقلي والمريح بحوله أباها عبد الله بن أبو قلابة وأباها وزيد إيا آنيا وحنوق الله عبد الله بن عمر بن عاص فحدثنا وحنوشك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له إن الله شك يصومي أنك صوم كهيدي إن المعنور بصومان نبي الله شك أبي بقدعوه فدخل علي نبي عيسو قال قرر يسوتي فلقيت له وسالة فألقيت وحنوته ورئي له النبي وسالة بركين من أدم المقار يعني هرقد ده هرقد ده بركنتا وحكسنا ستاي ومقر مجد
حشوة واحد لو قرب يسوف أهان لو قرب قرينا ليفوي جيت كتيمرتها وحصل كي نلقى سو قري وزيد حسكوش يعلقني وعاس وكلا ولقوا يلتمي فجلس على أرض نوكي بنا بيسك فريست عليه السلام بركنتي قوم فريست منه وسك فريست نبي عليه السلام تواضع وصارت الوسادة بركنتي أبو طوري وحين قطين بيني أنا جي وبين النبي نور الحيسا أنا جي رواي جسوا بحدي النبي أنا قوم فريست فقال أوصل كر ولا ليجي تري ولا يشكل يسجل فقال لي النبي قال وجري أما يكفيك مركو أجاده ورسته يريك مصر ما يسها أما يكفيك من ينقوم في الليل من كل شهر بلوى بثلاثة أيام زد حبرنا كسر قلت يا رسول الله إن زيادة قال خمسة شم كده مرك قلت يا رسول الله إن زيادة قال سبعة تدبري قلت يا رسول الله قال تسعة سقالبري قلت يا رسول الله إيكر قال أحد عشر كوي طبعا قلت يا رسول الله إن زيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيري لا صوم فوق صوم داود نبي داود صوم كيس وحكة الرئية وكفل لبدر ما بجيرة شدر الدهري سنة نسكي صيام يوم معلن الصومة ويفطر يوم معلن الله فرو سنة نسكية وحكفل لبدر مجرة لا صام لا صوم أفضل فوق الصوم داود نبي داود صوم كيس صوم كفل لبدر نفكر رئي مجرته قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر محمد بن الجعفر عن شعبة من الحجاج الواسدي حدثنا محمد بن المثنى العنز أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر الغندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عبد الله بن حكير صن يوم ما علنا صوم ولك أجر ما بقي أنت كان أجر كذا عبد الله هذا ما علنا صوم تو ما أنت هذا توم بأجر كذا نقول أنت كذا ما يسرق واسكون وذهري كبر ضمه وذهري قال إني أضيق وحان كان أكثر من ذلك أنت كفل بدر قال صوم يومين لا وما صوم ولك أجر ما بقي أنت كهذا أجر كذا عبد الله قال إني أضيق وحان كان أكثر من ذلك إن كفل بدر قال صوم ثلاثة أيام ما نبري زدح بريكسون ولك أجر ما بقي أنت كالأجر كذا الله يدعي قال إني أضيق وحان كان أكثر من ذلك أنت كبدا قال صوم أربعة أيام أفر بريكسون بشا ولك أجر ما بقي أنت هذا أجر كذا الله يدعي قال إني أضيق وحان كان أكثر من ذلك أنت كبدا قال صوم أفضل صيامي مرك صوم كأوفى لبدا صوم عند الله إله كيسا صوم داود نبي داود صوم كيسا عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ما له وصوم جرى ويفضل يوما ما له وفر جرى حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن المهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا سعيد بن مهنا قال عبد الله بن عمر وحوير قال لي رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام وحوير يا عبد الله بن عمر بلغني وحي سوغر أنك علي تصوم النهار ما له ولن صامتها وتقوم الليل عاورنا اتاقنتك فلا تفعل سهى يلي فإن لجسدك جرك هذا ضعيف يوم عليك فرك هذا حقا حق بكوله ولعينيك إنها ظنى أو لعينك إشارة عليك حقا حق بكوله هذا ولزوجك زوجته هذه حاسك هذا عليك حقا حقا بكوله صم صوم مع الموى أفضل مع الماء أفر صم صوم من كل شهر بركز ثلاثة أيام زدع بركسر فذلك صيام الدهر وياني قلت يا رسول الله إن بقوة وضبا لها عبادة ونحى ما زيزنا قال فصم صوم داود عليه السلام نبي داود صوم كيسا صم يوم مع الماء صوم أفضل يوم مع الأفر فكان يقول وحولي ترى ليتني أخذته بالرخصة الله محا رخصة قادم وهي يتيسير كالنبي النبي عليه السلام تلبيسي باب استحباب الصيام ثلاثة أيام من كل شهر بالوالبا إن لقى الصوم سدح بريء سنوي وصوم يوم عرف ما أنت عرفنا وصنو قاد هو إنه أجر بدن لوصنا لود من دافا وعاشورا وصوم مر لبضبا والاثنين ما أنت السنين تي والخميسة خميسة إلا صوم كيوا وحويان أسبوعي هي شهري هي سنوي أنت سير نقطة هذه أسبوعي نقطة أنا السنين يا خميس كصوم هذه نقطة شهرنا بلو بس دحبري كصوم هذه السنوي نقطة أنا عرفية عاشوري نقول نافق حدثنا شيبان من فروخة قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن يزيد الرشك يزيد الرشك رشك هو لغة فارسية قروينة مش عندنا وينا قروينة هي عن يزيد الرشك قال حدثتني معاذة العدوية معاذة بنت عبد الله العدوية أنها سألت حوي بي عائشة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم موحوها يصوم كي صوم من كل شهر بالوالبا ثلاثة أيام سدح بني من كسوم الجري قال رحيت نعمها فقلت لها وحنكوين من أي أيام شهر بش مع المهيب وكان يصوم نبي كسوم الجري قال رحيت لم يكن يباني ومع بيال شرين من أي أيام شهري بش مع المهيب مع المهو يصوم صومي ومع بيال شرين وبش أول لو كسوم الجري أحد لو كسوم الجري آخر لو كسوم الجري فعل النبي عليه الصلاة والسلام واسع دي النبي أفضل يده إن أي أيام البيض كسيفة اللي بدنتها حديث كي سنة كي يكسو قصبنا أحمد بن حمد يسونا كنا سلام أبو داود تبلاجي أو كل من حديث من الملحان من الملحان مركا صدح بلي أيام البيض بالله دهايو
ربي تمناتك سدحي تمناتك أفري تمناتك سي أفضل وسي فضي بدن. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الدبعية، حدثنا مهدي ابن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له عقيل أو قال الرجل وهو يسمع نبي نمب الله بلاي عمران ومغري يا فلان هبلو أصمت مصنت من سرة هذا الشهر بشن حدنت هذا مصنت بشن حدنت هذا مصنت يعني برتك هذا لوجه قال وعيد الله ما قال فإذا أفطرت مركز رمضان كأفرت رمضان مركز الوجرة فصم يومين لا ما مصن نقينه معلن صومي لا ما موضوع كعود السدح دو مركز معلن صومي إذا أفطرت هذا أفرت وهذا مركز معلن تهارة وصومنا ورمضان عين معلن وبصومته فصم يومين لا ما موضوع كعود. طيب على سرة هذا الشهر وأيام البيت كالوجرة لا بيتمنات بيتمنات عوجي السدح بيتمنات صومهن سدحي تمنات قبل عن صومه سدحي تمنات أفري تمنات شري تمنات سازوي أيام البيض بالا دهايو يعني أيام ليالي البيض وي لفاك ما قماشة هبين كوي وحر حد إلى مالي مرور البيض بيسكاد ويسكعدين وعلو جيدو حوية هبين سدح راس مالمو سدحي تمنك يا أفري تمنك يا شري تمنك هبين ندو تضيح ومدعو وصوصو جيدو وايو كبري أيام وايو كبري أيام مركز ساس اللهم أيام البيض بالا يدير مركز. طيب سرة تصل الوجه ذا. وحدثنا يحيى قارقون وحيد من الاستر من الاسترار بل الوجه ذا استرار استرار القمر ضيحة سدح ذهبين وقرصوية هاي وآخر كدماء بإيش آخر كينا أيضا معروف فصيري. حدثنا يحيى بن يحيى التميم وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معمد الزماني عن أبي قتادة الحارث رجل من يا أتى قال وحوي رجل بأتى النبي نبي ويبي عليه السلام لما نبي ويبي فقال وحوي النبي عليه السلام كيف تصوم قال منك بسؤالي منك بنبي سؤالي كيف تصوم سأل صوم نبي الله ويبي فغضب الرسول الله ما عرض صلى الله عليه وسلم سأل صوم تا حال ربي يقول كيف أصوم سأل صوم نبي الله ونبي توجيهه سواء حالتي سأي ظروفي سأي ما يشكوها بوني هاي نبي عليه السلام بقى قرم وهذه سخير هذه وا ساسو مركا سغا هدايتي سكوف سنه يا غرمى عليه السلام ايو نبي قدو سو سو تمهن. فلما را عمر عمر مركو نكدن وعرض فلما را عمر رضي الله عنه مركو نبي اركاي عمر با اركاي غضبه وعرض النبي عليه السلام قال وحير عمر رضينا بالله ربا سيده النبي موسى عليه السلام ان انقيات يا عقيده وناك يا هغانسن اي وح الله لو وحي نبي كان سمعا وضاعا فال الوياي إن الله موجي أو بيعدي سنبي الله عسفون السيو تنو نبي عليه السلام كوكن عجري أو إحي مركز شبه هذه الشقوق ورنب كوب عجرتي عمر رضي الله عنه واكد رضينا بالله ما قرر رضينا قد رب الرب نبيس وبالإسلام ما راضي كنا الدين نقنا هنا السلام كان راضي كنا وبمحمد نبي محمد النبي 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 نبيس راضي كنا هاي نقا سؤال شبه الدين نبي عليه السلام من كبوت سنو ملك لفيرنا يرون نعين ومسلمي هاي مسلمة سؤال شبه كخل دنتي وبالنبي وبمحمد النبي نعوذ بالله إلهي بان كما قال لي من غضب الله عرضي سي وغضب رسوله رسولك عرضي سي إلهي بان كما قال لي فجعل عمر رضي الله عنه عبوده قال يردد هذا الكلام هذا الكلام كعد عليه حتى سكن غضبه إلى عرض النبي كدكتي وكعرضي كبحري فقال عمر بوحير يا رسول رسول الله وهذا سؤال الله بهنا كيف بمن يصوم الدهر كله سنضى لن منك صوم من كور النبي الله سيد النبي الله أصوم دادي بكلعي قفك سنضى لن صوم يكور قال الحمد لله صام وحمد سومي ولا أفطر وحنا ما أفرن نك أسقى حد يبو قدبي فقودي كلام ما كنتي أو قال وحير لم يصوم حنا مسومي ولم يفطر ما أفرن قال وحير كيف من يصوم يومين ويفطر يوما نك لما ما نصومي ما علينا أفرك ورنا قال نبي وحير ويضيق ذلك أحد قف كرم ياجرة وفي عن تهاي لا قف أوذ ولا ياجرة قال نبي وحير عمر كيف من يصوم قف كصوم يوما ما علينا ويفطر يوما ما علينا أفرك ورنا قال نبي وحير ذاك صوم داود عليه السلام ونبي داود صوم كيسو أعدل الصيام وأفضل صنع أوفر لبضم وهي قال وحيد كيف من يصوم يوما معلن قفك السومي ويفضل يومين لما موضع أفري كورا قال نبي وحيد وددت وحان شحان لها أني أنا وقت إلا يكرسيه ذلك الركاس أو كلا أسبابه إغاق ليبيس حقوق لي يرمى كلا عليسة أون إهين وإلا نبي واكري عليه الصلاة والسلام بل النبي عليه الصلاة والسلام وسال يينو حريريو أي إلهي أسهل أيو أود بلوسيي وكصوم الرأي لكن وددت أني وقت ذلك ذاسي حقوقك لا كل حرام أيونا هذين إلى هزين أو كريكروا فعلا لهد
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيد ثلاث من كل شهر سدح بريء ولا صوم بالوالبا ورمضان يا رمضان أو لا صوم إلى رمضان كلا أنت لا يجارو أنت أود حيسا ورمضان ورمضان إلى رمضان رمضان كلا أنت أود حيسا حجر كي يذواق الوق رايو فهذا صيام الدهر كله سنة أول صومي بلا متهاي صيام يوم عرفة ما أنت عرفه الله صومنا احتسب على الله إلهي وحاتي زكاة حسابنا يا دون رجك قبا أن يكفر إنه إلهي دافع أو يكفر إلا دافع السنة التي سنة قبل كوري سيئو والسنة التي بعده كذا ميسا لما الله سنة إلهي ونود من دافع كالرجيهن صوم كالصوم ما أنت سقالات كعرفة وصيام يوم عاشوراء ما أنت يوم عاشوراء اللي جلاله والزكاة بشتل إلى محرم طبعا كهذا احتسب على الله إلهي وحاتك حسابنا وأجر كالرازن ونكون مارت أجر رازني أن يكفر السنة السنة دين وكنا فألت قبله كله الرئيسي لفظ أبو صامر حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن الشاب بن دار ولفظ لمن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا الشبع عن غيلة بن جرير سمع عبد الله بن محمد عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه صوم كيس نبي الله وجهه سوء صوم تابع قال فغضب الرسول الله وعرض عليه السلام فقال عمر بن وحي رضي الله عنه رضي الله بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعتها نديه شيسك أفرق علينا بيعتها بيعين لقدتها سيدي بيتاقنا هاي سيدي ويبلنتي يا بيعتي يا شيسك يا بلنتي أفوق علينا بي الله وليس بكا بدلين مركا نقاس يعرض نبي وعرض عليه الصلاة والسلام عمر الرماس قناها بضم النبي وكده شيء قال فسويل عن صيام الدهري مركا سنبي قال ويدي كورا دهري يصنف ونقفك صوما فقال نبي وحي الله صلى الله عليه وسلم وأجل يثواب كما هي ولا أفضر قف أفريا وحمرنا ما هو قاتل شيء أو ما صام وحمس وما أفضل ما أفرن قال فسوله وحاله ودي عن صوم يومين لا ما مضى الصوم وإفطار يوم مع أن لا أفره قال ومن يضيق ذلك وياك رب في عطاه قال وسوله عن صوم يوم مع أن الصوم وإفطار يومين لا ما مضى لا أفره قال ليت وحا ليت أن الله قوانا حد إلهنا كرسيم لها لذلك أرنك وفعلا له تمني خير لا تمني يوي وفي عطاه قال وسوله عن صوم يوم مع أن الصوم وإفطار يوم مع أن لا أفره معنى الصوم معنى الأفر كور رمبال ويدي النبي عليه السلام قال وحيد ذاك كصوم أخي ولالك يسوم كسوي داود داود لا لا أنبياء ولا لا الأنبياء أولاة علات النبي عليه الصلاة والسلام ليش ولا لا ويانو دينتي التوحيد كي عقيدة واسكة مد أحكامتي الشريعة النول النبي والبيئة ومديزة وأحكام قارة يوح مناسبة أي الله وجده مركز صوم أخي داود عليه السلام قال وسئل عن صوم يوم الاثنين معنى انت اثنين تاصون كذا النبي قال السؤالي قال وحيد ذاك يوم ولدت وما انت الا يدلي النبي عليه السلام فيه ما انت صلى يدلي في نفس الوقت وما انت النبي عليه السلام وبنتي ما انت بنتي مركه ما انت ايدا دماشات ما مدنه وهي مدنت هي صوم الا صومه الى لا تضرع الى لا عابده اي مدنت ان ما انت مركه لا دماشاده واغرت ميس هد ما انت ايدونا ان تعزي الله فريستو غير النبي عليه السلام غاده مركه تاسنا لبدو مركه هدي ما اها هل صومه أي نبي عليه الصلاة والسلام وخير هدي هدي محمد إلا ذا كريء وكشيغان وحوي ومعلن خيالي خميسة سمد الله فراه وخير كالقرية يلا والرمضان ويوم بعثه ومعلنة اللي سوص عليه بيحتذي النبي عليه الصلاة والسلام بيحتذي النبي إيو نلاشذي النبي عليه الصلاة والسلام كلا قهد الله إن نبي الله سوص عليه النبي لقد قال الرسول هو وحي الدين إلهي الدورتي هو النبي ونغضي الدين يوحي الوزو الدجي لقفا إذا يستي تنا كسي حوق بدن دلشد النبي عليه الصلاه والسلام ود شيء الى ادونك او كيناي حدا النبي نيبا لوو دارين او بيخته لوو دارين او رساله لوو دارين دلشد كريد waxay noqon leh marka waxa nabiga ilaahay ku fadilay waa bixdada waa risaalada waa nubuwada waa istifaaya doorashada ilaahay uu doortay afarta sanad ku jiray ويوم بعثت مالنتي اللي يسو ساري او انزل علي فيه مالنتي اللي يقصد تشيه وحيقا ايوه الرئيسي قال فقام فقال النبي عليه السلام وحيد صوم ثلاثة من كل شهر صدح بريء وبلو والبلغصهم رمضان الى رمضان صوم الدهر استرد الله صومي بي لمت قال وسئل وحال ويدي عن صوم يوم عرفة مالنتي عرفه ولا صوم سئل عن صوم يوم عرفة قال فقال يكفر السنة الماضية سنة كتكتية والباقية سنة صوصعطة يا الوضافة قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء مش الزكاة المحرم طبعا كذا قال يكفر إلهي وحبنافة السنة الماضية سنة التكتين وفي هذا الحديث من رواية الشعبة حديث كان رواية الشعبة شعب بن حجاج قصة من طريق الشعبة
قال وسئل عن صوم يوم الاثنين وسئل عن يوم الاثنين والخميس بقصونا فسكتنا وانك استاغني وانك مسلم يلي ما مسلم عن ذكر الخميس إن شيخنا الرواية لما نراه وحن أرقنا درته وهما إني وهمي تاهي إن لو يدي إلى وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس لأن جوابته أين غطى ذاك يوم يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي أي جوابت نغطه وهم باقص صغر ويوم ولدت يوم بعثت أرينها سنين تأسكره إن مركز الأسبوع عطه يوم الاثنين ويوم الخميس لأن جوابتنا أي سلا نغطه وهم باقص صغر يوم الخميس إلى يوم الاثنين سيدة أيونا وصع رورين إلا صامه سمد الله فوري أو أجر كاي عمل صالح على كوريا الإلهي وحوضره أرينها سوى سلا وصع رورتين لكن بهذه الطريقة أو شعب الرواية دي سقصها قصها ونبي وحاله ودي يوم الاثنين يوم الخميس بل ودي يوم الكازو وحجر ذاك صو يوم ولد تويري هذا وهم سادرت المسلم واسكعاء مسلم رواية بكير واسع إشاري وحدثناه عبيد الله بن المعاد قال حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه ابن عبد الرحمن حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمدري أخبرنا نظر بن الشميل كلهم عن شعب هذا السنان حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال حدثنا أبان العطاء قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد مثل حديث شعبة غير أنه ذكر في الاثنين ولم يذكر الخميس مشهقين وهم يكون جنان قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل وحال ودي عن صوم الاثنين سنين تصوم كذا فقال فيه ولدت مع أنت صلى الله عليه وفيه وزيل علي ما أنت زلوس الدجيه محاما كان نصما إن أنصونا إن أنصونا نصما أجد يثواب أبو سغد عمل كان وعلى قرية لما المعاصي سنتي خميستي أهل الله أعلم بالله تعالى.